طيب زي ما حكيت لكم الايزوثيرمال W ايزوثيرمال النوعي بيساوي R T1 لانه احنا عند درجة حرارة T1 في لين ال V final على ال V initial الغاز صار له انضغاط يعني ال V final اقل من V initial. حكيت لكم انضغط للنص كان حجمه نص متر مكعب واصبح 25% فالفاينل ناقص الانيشال بيساوي 25% على نص ويساوي نص لن النص ناقص 69%. لما نضرب كل هذول مع بعض بيطلع عندي الجواب وهو كمان اللي تشيكت عليه في نهاية الكتاب نفس هذا الجواب اللي هو ناقص 345 في الالف في 10^6 جول لكل كيلو مول. وانا حسبت انا الحجم من الشغل النووي. طيب الاديابتك الاديابتك انا عندي قانون اخذناه بتشيكو على شابتر 4 على الشغل في عملية اديابتكية. احد هاي القوانين اللي هو كان 1/1 لامدا حيث لامدا معطاة معنا في السؤال اللي هي قديش لامدا معطاة معنا في السؤال اللي هي 1.4 لا 5/3 هيها معطاة معنا بالسؤال 5/3 لامدا اللي هي 1.67%. طيب منيجي هون بدي اطبق هسا انا بعرف الحجم الابتدائي والضغط الابتدائي. الضغط الابتدائي 10^6 باسكال والحجم الابتدائي نص. الحجم النهائي انا بعرفه اللي هو 25%. ظل علي اعرف الضغط الابتدائي فبدي اضطر استخدم معادلات اللي هو معادلات الحالة العملية ادياباتيكية اللي هو P V S جاما بتساوي كونستانت. وهاي يعني شفتوها انتو بالها في عنا ثلاث قوانين واحدة بالبريشر مع الفوليوم واحدة التمبريشر مع الفوليوم واحدة البريشر مع التمبريشر. طيب تبعت البريشر مع الفوليوم بدي اطبق هاي القانون P2 في V2 S لا جاما سو P1 V1 أس جاما منها P2 بتساوي P1 في V1 على V2 أس جاما ف V1 اللي هي شو حكينا نص على V2 اللي هي 25% إذا هون عندي 2 وليس نص لأنه بيعتمد عكسي فالبريشر الأولاني 1/10^6 في 2 اللي هي جاما اللي هي 5/3 بطلع معي هذا اللي هو الشغل. طبعا ليش الشغل سالب لأنه عملية انضغاط لما تكون عملية انضغاط اذا شغل يبذل على النظام اذا شغل اللي يبذل على النظام صح المساحة تحت المنحنى بس بتكون عملية سالبة الشغل تبعها سالب. اذا هون زي ما احنا شايفين الشغل تبع العملية الاديباتيكية اكبر عند ضغط الغاز المثالي وهو المساحة تحت المنحنى اكبر من العملية الايزو حرارية. يعني لاحظوا الشكل هذا بدلنا انه المساحة تحت المنحنى تبع الأديابتك ويرك أكثر من الآيزوثيرمال لأنه هيو شايفينها أعلى لفوق. طيب فهذا الفرع اللي احنا تكلمنا عنه. بنيجي على سؤال هسا بدورات كارنو. دورة كارنو حكينا انه اهم اشي بدورة كارنو تكون انت عارف هذا القانون انه Q1 على Q2 بيساوي T1 على T2. دورة كارنو بتعمل بين خزانين خزان حراري عالي اللي هو الهاي تمبرشر اللي هو 400 كلفن واللو تمبريتشر 300 كلفن. اذا بدنا نعمل دورة كارنو انه بدنا ننتج طاقة ميكانيكية لازم تشتغل ناخذ الـ Q2 من الخزان الحامي من خلينا نحكي من الـ 400 كلفن ونطلع خلينا نحكي اللي ما بدنا اياه الشغل اللي هو Q1 اللي ما بدنا اياه عند الخزان المنخفض الحرارة اللي هو 300 كلفن والحرارة خلينا نحكي اللي بتدخل على النظام وبخرج منها شغل. فهون معطينا الكيو 2 اللي الحرارة التي دخلت على النظام في دورة كارنو اللي هي في العملية الايزو حرارية. لاحظوا بديش انا ارد اكرر يعني درس دورة كارنو. دورة كارنو عمليتين ايزو حراريات وعمليتين ادياباتيكيات. العملية الايزو حرارية الاولى بدخل منها كيو 2 على النظام حتى يرفع حرارة النظام بس بظل على نفس الحرارة لانه ايزو حرارية. بعدين في عملية ادياباتيكية بصير فيها عزل للحرارة ما في حرارة تطلع ولا تدخل. بعدين بتيجي عندي عملية ايزو حرارية ثانية عند الدرجة الحرارة الصغرى اللي هو زي هون بالمثال 300 ثم برجع النظام لنقطته الاصلية بعملية ادياباتيكية كمان. طيب هون مطلوب منا ما هي الحرارة التي يقذفها عند الخزان 300 كلفن. فانا بدي اطبق مباشرة على القانون Q1 على Q2
بيساوي تي 1 على تي 2، فهو بده كيو 1، كيو 1 بيساوي كيو 2 في تي 1 على تي 2، 1200 في 300 على 400 يساوي 900 جول. طيب اذا عكست دورة كارنو كما في الثلاجة، هسا الثلاجة تعمل على مبدأ عكس دورة كارنو، يعني الثلاجة بتتلقى خلينا نحكي هاي اللي هو 1200 جول مش عند الخزان الحامي زي المحرك اللي هو الهيت انجن زي المثال الف، هيت انجن الحرارة بتلقاها عند الخزان العالي، بالثلاجة الحرارة بتلقاها عند الخزان الحراري البارد اللي هو 300، واحسب الحرارة التي يقذفها عند الخزان اللي هو 400. لاحظوا بالثلاجة الحرارة اللي بده يقذفها عند الخزان، لانه احنا بالثلاجة بدنا نتخلص من الحرارة اللي داخل الوسط، فهنا من نفس القانون بنطبق كيو 2 نفس قانون هنا، بس هنا عندنا الحرارة هاي 1200 هاي عبارة عن كيو 1 وليست كيو 2، هاي هون عبارة كيو 1. لاحظوا هنا لما اعطانا اياه بالمثال الاول 1200 هاي كانت عبارة عن كيو 2 في المثال الاول، لكن في المثال الثاني من نعتبرها كيو 1 لانه عكسنا دورة كارنو، كيو 1 هاي اللي دخلت اللي هي عند الخزان البارد، واحسب الحرارة التي يقذفها على الخارج، بده يقذف حرارة اعلى حتى يتخلص من حرارة الجو الثلاجة، فبطبق نفس القانون بس هنا بدي احسب كيو 2. لاحظوا بالمثال الاول حسبت كيو 1، لاحظوا هنا بدي احسب كيو 2 اللي الحرارة التي يقذفها، بنفس القانون تي 2 على تي 1، 1200 في 400 على 300 ويساوي 1600 جول. لاحظوا 1600 جول الحرارة التي يقذفها اكثر من الحرارة اللي دخلت على الثلاجة، عشان هيك بتبرد الثلاجة. في المثال الاول في دخل 1200 جول وطلع 900، فاذا استفاد قديش خلينا نحكي شغل، استفاد شغل 300 جول شغل. طيب احسب الشغل في الحالتين، هاي اللي هو جيم لانه هنا مطلوب سي هاو ماتش ورك از دان ان ذا انجن ان ايتش كيس، احسب الشغل في كلتا الحالتين. لاحظوا زي ما حكيت لكم قبل شوي الشغل شو بيساوي، كيو 2 ناقص كيو 1، فالدبليو اللي هو الشغل الصافي بيساوي كيو 2 ناقص كيو 1 في الحالة الأولى لما كان هيت انجن، 1200 ناقص 900 يساوي 300 جول، لما كان ثلاجة اللي هو كيو 2 ناقص كيو 1 اللي هو 1600 ناقص 1200 ويساوي 400 جول، يعني بذل المحرك شغل 300 جول لما كان هيت انجن، يعني اللي هو هيت انجن اللي هو بيعمل شغل ميكانيكي اثناء دورة كارنو. طيب نيجي على السؤال الاخير، اتوقع عندي ايديال جاز معطينا السي في، طبعا لازم هاي الشغلات تكونوا عارفينها، السي في السي بي ناقص السي في دائما للغاز المثالي بتساوي ار، هاي بدكم تكونوا دائما عارفينها، فزي ما انتم شايفين معظم الاسئله حتيجي ايديال جاز، معطينا السي في 3 على 4 3 ار على 4، طبعا دائما السي في تعطى بدلاله الار اللي هو ثابت الغاز. طيب هسا كيف بدي احسب السي بي؟ بجمع لها ار، سي بي ناقص سي في بتساوي ار، فاذا السي بي بتساوي سي في زائد ار، ف3 ار على 2 زائد ار بصير 5 ار على 2. طبعا معطينا هو المطلوب من هذا السؤال، مطلوب منا حساب اللي هو مطلوب منا درجة الحرارة، مش قلنا انه دورة كارنو لها حرارة باردة وحامية، مطلوب نحسب هاي الدرجتين الحرارة الباردة والحامية. طبعا هون عندي محرك بيشتغل على دورة كارنو، معطينا الايزوثيرمال اكسبانشن دبل، يعني الفي فاينل ناقص في انيشال للعملية الايزو حرارية دبل، يعني في 2 اكبر مرتين من في 1، ومعطينا الريشيو بالفاينل فوليوم للانيشال فوليوم في الاديابتيك اكسبانشن 5.7، والمعطينا الورك 9 في 10 قوة 5 جول. compute the temperature of the reservoir اللي بيشتغل عليها دورة انجن. طيب زي ما حكيت لكم يتضاعف في العملية الايزو حرارية والنسبة بين الحجب الابتدائي والنهائي في العملية الادياباتيكية 5.7، ومعطينا الورك هذا، احسب درجة حرارة الخزانين الحرارين التي يعمل بها دورة كارنو. طلعوا كيف حل السؤال، هذا حل السؤال شوي صعب، يعني راح اضطر اخذ كمان يعني هذا. خلينا نتبع دورة كارنو هون عشان المسميات، بدأت دورة كارنو من عند النقطة A في الرسم هاي، خلينا اكبرها شوي عشان نعرف كيف دورة كارنو. طيب هاي دورة كارنو بدأت من النقطة A زي ما انتم شايفين بعملية ايزو حرارية عند درجة حرارة T2، هاي T2
بدي اسميها بالحل يا تي اي يا تي بي، فتي